اسال نفسي هل يا ترى صلاتي مقبوله ام غير مقبوله؟ طب ايه شروط الصلاه المقبوله؟ لازم لابد من هذا السؤال. صحيح. كيف تقبل الصلاه؟ اولا تقبل اذا اتممت اصبغت وضوءها واتممت ركوعها وسجودها، دي في الصوره القائمه اللي هي ايه؟ اسقاط الفريضه. يعني كيف تسقط الفريضه؟ الاقاويل والافاعيل المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم. على تسقط الفريضه. على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اين الثواب؟ الثواب في قيمه ما خشعت انا به وما وعيته. يعني انا مركز في الصلاه في ركعه. يبقى الصلاه دي كم على كم من 100؟ 25%. و75% ساقط. الباقي. خشعت في ركعتين وسهيت في ركعتين يبقى 50%. طيب والصلاه تقبل 100% ولا تقبل؟ لا لابد ان تقبل 100% الا ما يعقل منها. هي نص الحديث كده. يعني حتى العلماء اباحوا لنا ايه؟ نفرض ان انا اقرا كده الشيطان اخذني بعيدا. نستعيذ. الله يرضى عليك، وهذا لا يبطل الصلاه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اقول اعوذ بالله في وسط الصلاه. نقطع القراءه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اعود. ياخذني الشيطان في قصه. استعيذ واعود مره اخرى. ولا نعيد الفاتحة ولا نعيد الركعة، لا لا تعاد. ليه؟ لأن لو تعودت على الإعادة لصنعت في الصلاة ما لا يجب أن يصنع فيها. أو أضفت للدين ما شيئا. يعني بعضهم يسأل كيف نخشع في الصلاة. نعم. يعني كيف ندخل إلى الخشوع في مسألة الصلاة ونحن بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيف أخشع في الصلاة وجوارحي قبل الصلاة غير خاشعة. جميل. يعني كيف أخشع في الصلاة وأنا أغتابك وأنم في حقك وأتكبر عليك وأحتقرك وأنظر إليك من علي ومالي حرام او شبهه واظلم من حولي ثم اخشع في الصلاه؟ هي واحده. صح. الذين خشعوا في الصلاه خشعت قلوبهم لطاعه الله قبل الصلاه، فلما دخلوا الى الصلاه خشعت الجوارح. لكن لماذا لا تخشع الجوارح؟ يعني لما عبث الرجل بلحيته هكذا في الصلاه قال صلى الله عليه وسلم اي كيف يخشع ان لم تخشع جوارحه؟ لو خشع هذا لا خشع الجوارح، لو خشع قلبه كان قلبه المسيطر. طب يخشع كيف؟ أولا إذا كان